1200 وحدة سكنية بمشروع سندباد بيتش ريسورت سترى النور نهاية سنة 2020. هذا المشروع الذي يمزج بين الطبيعة والهندسة الحضرية من شأنه تحسين نوعية الساكنة بشكل مستدام بفضل توفر المشروع لحديقة مخصصة للترفيه ووحدات سكنية راقية. مشروع شمولي فيه عدة جوانب، كاين الجانب الترفيهي هو حديقة سندباد المعروفة في الدار البيضاء واللي تاريخية في التاريخ ديال المدينة، وكاين مشروع عقاري هو هذا اللي كنتواجدوا فيه الآن. فالمشروع العقاري هو مقسم في أربعة أجهاز، كاين الجزء الأول هو اللي دابا حنا كنجزوا فيه وإن شاء الله اللي كنترقبوا باش يقدر يتنجز ويكمل ويتعطى للناس اللي غيجيو يسكنوا فيه في النصف الأول من السنة المقبلة 2017. وفيما يتعلق بالشق المادي، يقول رشيد بناني المدير العام لسندباد بيتش ريسورت: الشيفر كلي كيف نقوله هو لو مونطون دو لانفستيسمون، فالاستثمار الكامل في الجزء العقاري هو 2 مليار و300 مليون ديال الدرهم، وواحد لو شيفر واحد اخر الرقم هو شحال غادي نبنيو. ملي قلت 1200 وحده سكنيه فهي تعادل تقريبا 180 الف متر مربع ديال البناء. حنا ما كنبيعوش بالثمن ديال المتر مربع، كنبيعوا بكل وحده سكنيه الثمن ديالها على حساب واحد المعايير، فعلى حساب كيفاش هي متوجهه للشمس، كيفاش متوجهه للبحر، وفينا الطبقه هي موجوده، واش هي في الطبقات العاليه ولا في السفلى ولا كذا، وهذه كتعطي واحد المعايير اللي كتسمح لنا باش نخرجوا الثمن ديال الشقه ولا ديال المنزل، ولكن ما كنبيعوش بثمن المتر مربع. غادي الا جينا نرجعوه للمتر مربع تقريبا غادي نلقاو الثمنه بين 20000 درهم و 28000 درهم تقريبا. هذا وعلى هامش فعالية كوب 22 حصلت إقامة سندباد وجميع مرافقها على شهادة HQ بميزة مرتبة الشرف، وذلك بتوفر هذا المشروع لمعايير الراحة والأمان من الناحية الاقتصادية ومحترمة للبيئة.